مشاهدينا الأعزاء، نكمل اليوم الموضوع اللي تطرقناه الأسبوع الماضي عن النظام الغذائي النباتي مع الأستاذة سمية إبراهيم، اختصاصية تغذية علاجية، وراح نتكلم عن فوائد النظام الغذائي للنباتيين. صباحك ورد وأهلا وسهلا فيك. صباح النور ورود. مثل ما ذكرتي، الأسبوع اللي طاف تطرق لموضوع الأكل النباتي، صحيح. ويمكن بصورة سريعة بس أرد أذكر المشاهدين أن النظام النباتي فيه له كذا قسم أو كذا نوعية. فالنظام النباتي إحنا دائما يطلع على بالنا النباتيين اللي هم ما ياكلون لا لحم ولا دياي ولا سمك ولا ربيان، لكن في انواع معينه اللي هو الفيجيتيري، هذا اللي قلت له اللي هو الفيجيتيريان العادي. وفي نظام اسمه اللاكتو اوفو فيجيتيريان اللي هم ياكلون الاكل بدون اللحم بدون اليدام بس يشربون حليب وياكلون بيض، وفي نظام اللي ياكلون بس بيض بدون حليب، وفي ناس يشربون حليب بس ما ياكلون بيض والباقي نباتي، وفي ناس فيجن، وتطرقت هم لموضوع فيجن اللي حتى الاجبان ما ياكلونها. في ناس ممكن حتى بموضوع اللبس الاشياء اللي فيها مثلا ريش او صوف يحاولون يوخرون عنها. صحيح. وذكرت ايضا ان في اسباب لاتباع النظام النباتي اللي بتكلم اليوم عنه اللي هو الاسباب الصحيه. نعم. لكن في ناس هم عندهم اللي هي الاسباب العقائديه او الدينيه او الاسباب اللي هو ضد اللي هو المعتقدات، يعني المعتقدات اللي احنا ما نبي نقتل الحيوانات عشان او الانسانيه يعني ينظرون لها بهالطريقه. بالضبط. اي فهو في كذا سبب لاتباع النظام النباتي، راح اتطرق اليوم لفوائد اتباع هذا النظام. النظام النباتي يمكن هم بصوره سريعه اريد اقول الاسبوع اللي طاف نوهت على شغله مهمه، ان كثير من الحالات اللي انا قاعد اشوفها النباتيين على اساس انهم ما قاعد ياكلون لحم او دياي او سمك، فتلاقين يكثرون من العيش او يكثرون من الباستا، يكثرون من الكربوهيدرات، ويكون اكلهم قليل في الخضار او الفواكه. فيمكن هم ذكرت ان شفت في مقطع بالتلفزيون ان بنت تقول ان انا فيجيتيريان بس انا ما اكل خضروات، ما احب الخضروات. فكان في كان في برنامج طبي، فقال لها الدكتور انت قلتي معلومه نقيضه في جمله واحده ان انت فيجيتيريان بس ما تاكلين فيجيتابل. للاسف هذا هم اشوفه انا شائع، ان الناس فيجيتيريان بس تركز وايد على موضوع البقوليات وانها تشيل اللحم وتشيل الدياي، بس ما قاعد تاخذ اللي هي الخضار والفواكه. مثل ما احنا شايفين اليوم هني الخضار، انت لو تدشين بس سكشن الخضار في اي الجمعيات كل ما لذ وطاب من الوان واشكال الخضروات، الشخص الفيجيتيريان المفروض انه يحاول ياخذهم. وايضا ذكرت في حلقات سابقه ان كل لون نمونيه، لو تشوفين اليوم طاولتنا الوانها وايد حلوه، الوانها طبيعيه من بين خضار وفواكه. صحيح. وكل لون يعكس لي فائده معينه، في اللون الاحمر يعكس مضادات اكسده ما هي موجوده باللون الاصفر مثلا. صحيح. او ما هي موجوده باللون الاخضر، كل لون يعطينا فائده غير عن الثانيه. فالنباتيين اتوقع منهم ان صحنهم يكون ملون اكثر. صحيح. بالخضار اكثر من الاشخاص اللي هم غير نباتيين. نعم. نتكلم عن فوائد النظام النباتي. في فوائد معينه اليوم ان شاء الله راح نركز عليها، فتعطينا يعني اهم ان شاء الله. فالنظام النباتي خلينا نقول اول فوائد او فائده من النظام النباتي انه هو يقلل من فرصه الاصابه بامراض القلب. وشافت جامعه جيمس كوك يونيفرسيتي في سنغافوره ان الاشخاص سووا دراسه على اكثر من 76 الف شخص نباتي، شافوا ان الناس النباتيين عرضه الاصابه عندهم بامراض القلب تقل 25% من غيرهم. والسبب يعود ان احنا قللنا من اللحوم الحمراء. استهلاك اللحوم الحمراء بشكل مفرط فيه، خلينا نقول ايضا بالكويت ورود، لو تشوفين ان الاطفال الصبح يتريقون مثلا مرتديلا ونقانق، بالليل في همبرجر وتشيكن نيجتس، اللي هو اللحوم المعالجه او كميه الدهون العاليه اللي موجوده في اللحوم اللي احنا قاعد نستهلكها بشكل يومي تاثر سلبا في موضوع امراض القلب. وبالتالي الناس النباتيين اللي شايلين اللحوم شايلين اللي هي خلينا نقول بالضبط يكون اصح، او انه مش بالضروري يكون اصح، لكن انه هو فرصه الاصابه عنده بامراض القلب تكون اقل كثير مقارنه بالاشخاص اللي يتناولون اللحوم خلينا نقول بشكل مفرط. ايضا هم كانت الدراسه ان النباتيين مو بس انه هم قللوا من اللحوم، لكن في كثير من النباتيين اللي هو بسبب اعتقاد الديني في اللجوء للنظام النباتي يكون عندهم ما يشربون كحول ما يدخنون، فايضا هم قاعد يتبعون نظام صحي متكامل مو بس انه هم شالوا اللحم. فهذا بالنسبه للفائده الاولى،
اللي هي فرصة الإصابة بأمراض القلب تكون أقل. الشغلة الثانية إنه هو، وهنا شفتها أهم شغلة وايد حلوة لفتت نظري، إنه هو يخفف من حالات اضطراب المزاج، يمكن هذا أيضا يخص أطباء اللي هو النباتي، اللي هو النظام النباتي. نعم. كونه إنه هو في مضادات أكسدة وايد مختلفة، مضادات الأكسدة أول شيء تكون عالية في المحتوى اللي هو الخضار والفواكه، وأيضا تكون مختلفة المصادر. إحنا عارفين مضادات الأكسدة ما هي بس نوع واحد، لكنها أنواع مختلفة. فالاضطراب المزاج يقل بشكل كبير من الناس اللي هم النباتيين مقارنة في غير النباتيين. أيضا أجريت دراسة شافوا أن الأشخاص النباتيين عندهم اضطرابات المزاج، أو اللي إحنا نقول عنه مودي. نعم. أو اللي نقول عنه مزاجي. صحيح. هذه حالة ممكن تكون مشخصة تعالج أحيانا عند الطبيب النفسي، لكن في بحث قريته مرة أستاذة سمية أن يعني أحد الأسباب هذه اللي تقولين عنها أنه ممكن الواحد ياخذ، يعني إحنا الإنسان يأكل لحوم حيوانات مكرم الشاهد يعني واللي سمعنا مكتئبة، فهذا قد يؤثر. يعني في بحوث كثيرة سمعت أنا سمعت مقال عن هذا، لكن للأمانة ما قريت شيء منشور في مجلة علمية. قد يكون يعني ما تدرين، ما تشوفين دعايات حتى الزبدة ولا هذا اللي احنا مدلعينها ما تدرين، يعني انه ممكن النفسية تنعكس. على كل حال اضطرابات المزاج اللي انا اقصدها اللي هو كثرة اللحوم اللي موجودة في اكلنا، وخاصة اللحوم المصنع، ممكن يأثر بشكل سلبي في موضوع المزاجية. نعم. واضطراب المزاج، وبالتالي الناس اللي يعانون من هذه الحالة انصحهم ان هم يتبعون نظام نباتي، مو بالضروره يكون 100%، بس على الاقل مرتين بالاسبوع يشيلون اللي هو المصادر الحيوانيه. صحيح. من اكلهم. النقطه الثالثه ايضا في اللي هو فوائد النظام النباتي، انه هو يحسن من اعراض الصدفيه. ويمكن انا كان عندي محاضره من كذا شهر عن كيفيه علاج، او كيفيه ان نحاول ان نقلل من اعراض الصدفيه. انت عارفه الصدفيه اللي هي تاثر. صحيح. في الجلد لها، يعني الناس نفسيتهم ايضا تتعب كون ان المظهر. نعم. يتغير عندهم. من الأنظمة الغذائية اللي يتبعونها الأشخاص اللي مصابين بالصدفية اللي هو النظام الغذائي النباتي، شافوا أن اللي يتبعون النظام هذا تقل عندهم اللي هو موضوع الصدفية بشكل ملحوظ. في أيضا كذا شغلة ممكن أخصص حلقة كاملة حق موضوع نظام الصدفية، ما بين استهلاك الكركم والبكتيريا النافعة والنظام خالي من الجلوتين، يعني والأشياء اللي تعالج موضوع الصدفية يستحق أن إحنا نحط فقرة مخصصة للموضوع هذا. الموضوع أو الفائدة الرابعة للنظام النباتي، أنه هو ممكن يقلل عرضة الإصابة بالنوع الثاني من السكر. شافوا أيضا. نعم. وأيضا ممكن يقلل من السمنة. شافوا الناس، لأن هم ورود بالمقابل أن الناس اللي يستهلكون لحم أحمر بكثرة يكونون معرضين للإصابة بالنوع الثاني من السكر أكثر من غيرهم. وبالتالي النتائج جت أن الأشخاص النباتيين فرصتهم للإصابة بالسكر تكون أقل. لكن هم عندي ملحوظة صغيرة، أن مثل ما أنا ذكرت في ناس نباتيين يفرطون في استهلاك العيش أو البسكوت. أي. أو الدونات تحول الى سكرية، وكلها بنهايه تاثر. صحيح. بشكل سلبي في. نعم. موضوع السكر. فانا قاعد اتكلم عن النظام الغذائي النباتي الموزون المعتدل اللي احنا نبي الناس تتوعى فيه، اللي هو فيه بقوليات مثل ما انا جايبه اليوم، الفاصوليا، الفول، الكينوا، اللوبيا، هذه كلها تعتبر بدائل اللحم. صحيح. الاحمر، وبدائل لان هي بروتين، لان هي بالنهايه تعتبر مصدر بروتين نباتي. فنرد على موضوع اللي هو تقليل فرصه الاصابه من السكر، انا فعلا شلت بروتين الحيوان، لكن بالمقابل حطيت بروتين نباتي اللي هو. صحيح. بنفس الوقت يعتبر عالي بالألياف. نعم. يمكن احنا كلنا عارفين ان الألياف تطيل من فترة الشبع، وبالتالي الخربطة. صحيح. تكون أقل. ايضا تعتبر لان هي عالية بالألياف، وبالتالي يكون اللي هو ضبط السكر في الجسم افضل مقارنة اذا انا بس كليت لحم او كليت دياي. ومن هنا هي فائدة النظام النباتي على. نعم. تقليل فرصة الإصابة بالنوع الثاني من السكر. الفائدة هي ما هي الأخيرة بس الخامسة اللي انا راح اذكرها اليوم. نعم. اللي هو موضوع السرطان. يمكن احنا شفنا بالكويت خلال 40 سنة اللي طافت نسبة الإصابة بسرطان القولون زادت قرابة الأربع أضعاف، خاصة عند الرجال. ومن الأسباب الرئيسية بالإصابة بسرطان القولون هو الإفراط من استهلاك اللحوم الحمراء، وتقليل اللي هو الرياضة واستهلاك الألياف. للأمانة الدراسات في موضوع النظام النباتي والسرطان احنا نقول فيها ميكست ريزلت، أو أن في نتائج دراسية متفاوتة، يعني في
في دراسات تقول فعلا ان اللي يتبعون نظام نباتي فرصه الاصابه بالسرطان عندهم اقل، خاصه في سرطان القولون. وفي دراسات ثانيه تقول لا والله ما لها تاثير، ما شفنا ان في علاقه ما بين تقليل اللي هو النظام النباتي والسرطان. لكن ننصح احنا بشكل عام، يمكن ما ادري عندنا صوره بالاستديو ان الكويت اطلقت اظن من 3-4 سنين حمله اللي هي ايدامي نباتي. هي جت من حمله امريكيه اسمها ميتلس موندي او يوم اثنين بدون لحم ترويجا للنظام النباتي. يعني انا ما صحيح النظام النباتي له فوائد، لكن انا شخصيا ما اطلب من الناس ان انتم تحولون اكلكم او تقطعونه تماما، يعني بالضبط، يعني على الاقل مره بالاسبوع يكون ايدامكم الصبح والظهر على الغداء وبالليل كله نباتي، ما له داعي اللي هو الافراط من استهلاك. انا اعكس، انا يوم بالاسبوع اللحم وايد زين، هم اللحم الاحمر انا ايدك انه يكون يوم بالاسبوع. يفترض هو استاذه سميه يمكن توافقين الراي انه يعني حتى اللي يحبون ياكلون مثلا اللحم يتجهون للابيض، يعني الدياي او السمك مثلا. بالضبط، وهم هذا يعتبر او الروبيان. صحيح، هم هذا ايضا يعتبر نوع من انواع ما هو بيور فيجيتيريان، لكن ممكن الناس تقول انا فيجيتيريان ما اكل لحم. الاضرار مثلا صدر الدياي الافيد، بعدها التركي، بعدها صح ولا غلط؟ صحيح، السمك، يعني الفوائد انه يكونون الاقل ضرر مثل ما انت قلتي اللحم الابيض، لان نسبه الدهون اللي موجوده فيه اقل من اللحم الاحمر. لكن هم في يمكن ديتيلز اكثر بالموضوع اذا كان اللحم عضوي او غير عضوي، هم هذا يسوي فرق كبير في المحتوى للحم نفسه. صحيح. فالحمله هذه تهدف انه يعني يوم بالاسبوع على الاقل خلوا اكلكم نباتي. الناس تقول شنو ناكل؟ ما اكلوا موش مثلا، اكلوا كشري اذا الواحد يسوي، اكلوا عادي البقوليات اللي موجوده. البقوليات كلها بالضبط، ضيفوا الخضار اللي موجوده، ضيفوا الفواكه اللي موجودة. مو بالضروره كل يوم على الغداء لازم لحم او دياي او سمك، ممكن ان انتم تاخذون موضوع البقوليات. ممكن نتكلم عن يعني مثلا هذه الانواع الاغذيه اللي فانا هني لو تشوفين حاولت يعني احط الوان مختلفه، لان هذا الهدف من النظام النباتي، ان انا الون صحني في كثره وجود الخضروات والفواكه. المصادر اللي هي البروتين، في وايد ناس يقولون ان احنا نباتيين لكن عندهم نقص في البروتين بالجسم، كون ان هم ما قاعد يستهلكون البقوليات بشكل كافي. ايضا ممكن ان هم يدعمون اللي هو الواي بروتين او مصل الحليب البودر، تشوفين الشباب ياخذونه بالنادي. ايضا في انواع عضويه جدا مفيده، ان هم ممكن يسوون لهم شيك يوميا انستد، يعني بديل عشان يعوض النقص من البروتين. يعني احنا محتاجين كميه بروتين عشان نحافظ على الكتله العضليه ورود. فاذا انا كنت نباتيه لكن ما اكل كميه البروتين الكافيه، مثل ما انت ذكرتي هم قبل الهواء، ان في ناس ما تتحمل تاكل بقوليات. يعني في ناس مثلا عندهم مثلا امراض مزمنه مثل القولون مثلا، او المعده مثلا، او امور مثل هذه، او قرحه غيرها. يعني صحيح، خصوصا احنا انا ما اتحمل شيء، فبعض البقوليات تاثر وتاذيهم اكيد. يعني فهني موضوع الكمون، الكمون وايد يساعد. انه هو ياخذ قفشه كمون بعد الاكل، هذا راح يحس ان الانتفاخ وايد قل. في حال انه كان ما يقدر يتحمل وهو نباتي، فتكون الكميات اقل، ونعتمد وايد على اللي هو مصل الحليب او الواي بروتيني على شكل بودره. ونقول له عاد سوي انت البروتين شيك، يعني بالضبط. والاشخاص النباتيين اللي يحسون ان هم ما قاعد ياخذون حاجتهم من البروتينات، افضل ان يراجعون اخصائي تغذيه، لان احنا على وزن الشخص نشوف ايش كثر حاجته من البروتين. يمكن انا جايبه هني اللي هو الحليب النباتي، حليب كوكونات والمند او حليب جوز الهند، في انواع وايد واللوز. بالضبط، هو هاي يعتبر. وانا من الناس اللي اروج ان نوقف من الحليب البقري وان ناخذ من الحليب النباتي، كات يعني خطوة في أن الواحد صحيح. ممكن يقلل من المنتجات الحيوانية في يومه. أستاذة سمية، ما عندك أي إضافة؟ فبس إضافتي أنا يعني ما أبي أن الناس تأخذ معلومة أن كلكم تصيروا نباتيين، لكن أنا أروج لموضوع اللي هو النباتي مرة أو مرتين بالأسبوع، أن نقلل من إفراط اللي هو الإفراط من استهلاك خاصة اللحوم الحمراء. نعم، كل الشكر لك، وإن شاء الله لنا لقاء معك إن شاء الله. شكرا القادم مشاهدينا. طبعا كانت هذه فقرتنا للتغذية أو الغذائية لكم. نطلع فاصل ونستكمل بقية فقرات برنامج صباح الخير يا كويت.